تجربتي في برنامج الماجستير أعطتني الدافع أنه أواصل الرحلة والالتحاق ببرنامج الدكتوراه. التحقت بجامعة بيتسبرغ برنامج بحوث العمليات. بحثي كان عبارة عن بناء نماذج رياضية متقدمة تساعد في رفع كفاءة الاقتصاد التشاركي والتطبيقات القائمة على ذلك مثل أوبر، ليفت وغيرها. كان في مشكلة عند أوبر اللي هي ربط الطلب بالدعم. قدرنا نبني نموذج رياضي يتنبأ بقبول العميل الطلب قبل إرساله. أعتقد هذه التجربة يعني كانت مدخل أساسي ورئيسي مهم لي لإنهاء بحث الدكتوراه، واللي الحمد لله فتحت الباب لتجارب قادمة. تجربتي في شركة كابيتال وان كانت امتداد لتجربتي في أوبر. المشروع كان باختصار بناء نموذج رياضي متقدم يستطيع اكتشاف عمليات الاحتيال، وهذا يساعد على اتخاذ الإجراء المطلوب من تعطيل الحساب، من تجميده، من التواصل مع العميل. وصول ضيف الله إلى منصب مرموق في شركة متى العالمية لا شك أنه يدعو للفخر.